ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زور. هنا الملتقى هنا. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل. عمر أخوة المسلمون التم شملنا. أيها المواطنون الكويتيون الأحرار، أيها العرب في كل مكان، وطني السلام ونصلح بين جار وجار. ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زور.
مساكم الله بالخير جميعا، نتشرف بحضوركم ويعطيكم العافية على هذا الحضور الجماهيري الكبير ما شاء الله. شوية خفت أنا، بس مبدع مثل سعود السنعوسي بكل تأكيد يستحق وجودكم وتشجيعكم وتأييدكم. لما كلموني وقالوا لي حوار مع سعود السنعوسي، للأمانة أنا ما أقرأ روايات، ما أقرأ، يعني ما هي من اهتماماتي، واللي كنت أسمعه عن الروايات الكويتية تحديداً كان يحبطني. يعني يعطيكم مثال عن شيء قريته، رواية كويتية، أحمد يقول سوق عدل انبط راسي عشان الأخ جاسم بيلحق بنية، خرفان أنت ونزلني إذا بتكملون هالمسخرة، وضحكنا وكان المرح حليفنا. ليش حليفهم ما أدري، بس سعود قريت فئران أمي حصة بخمسة أيام من يوم السبت، خذيتها من حصة، وينها؟ خذيتها من حصة يوم السبت، وقابلت سعود يوم الاثنين، سولفنا شوية، قلت له أنا واصل صفحة 200، خلصت الرواية يوم الثلاثة أو يمكن الأربعاء الصبح، من كثر ما كانت القصة ولو إنها ما هي ميولي مشوقة وتشد وتبي تخليني أعرف وين نوصل. فشكرا سعود إنك خليتني أقرأ مثل هالرواية. تسلم. ألف شكر. الله يحفظك يا علي، شكرا. سعود أنت مواليد 81، أصغر من بطل الرواية بثلاث سنين. تحقيق هذا. إيه حبة حبة جايك. وين درست؟ مدارس حكومية ولا خاصة؟ لا حكومية. يبين حكومية. يبين حكومية. لا درست كل مراحل تعليمية في القطاع الحكومي في منطقة السرة تحديدا اللي شفتها في فئران أمي حصة، بدءا من رياض الأطفال، كنت أول دفعة يعني في الروضة اللي فتحت روضة السرة، اللي حاليا غيروها خلوها مركز تابع للوزارة أو سوف يفعلون ذلك. ثم درست في متوسطة النجاح اللي غيروها وصارت طوفت الابتدائي. الابتدائي ظهر مستعيل. الابتدائي عبد المحسن البحر، لا لانها لم يتغير الاسم. ثم في ثانويه، عفوا المتوسط النجاح وتغير اسمها، والثانويه ايضا صباح السالم وتغير اسمها ايضا وصارت جابر المبارك. يعني هذه بالطبع في النهايه في كليه دراسات تجاريه التي لم يتغير اسمها. ما تغير اسمها، تغير موقعها كنا. لا حتى الموقع كما هو. سعود هذا يخليني أسألك، أول درس بالابتدائي أنتوا أول دفعة صح؟ تغير درسكم من مع حمد قلم. نعم. ليما؟ إيه. طبعا أنا من مواليد البيت العود، بيت الجدة، وأعمام وعمات، مدرسة نقدر نقول يعني عدد كثير ما شاء الله من الأعمام والعمات، وكنت دائما يعني علاقتي بالكتب صغيرا بدأت ممكن من والدتي، أوجه لها تحية أيضا، مدرسة جغرافيا، فكنت أستل دائما الكتب والكتب المناهج الدراسية يعني. يعني شخصية حمد، مع حمد قلم، من الشخصيات التي فتنتني صغيرا يعني. مع حمد قلم، وجميل أن تبدأ أول درس في حياتك وأنت تتهجى الحروف وأنت تتعلم مع حمد قلم أهمية القلم. فكنت أنتظر عمي مع حمد قلم، عمي اللي بعده، أختي اللي تكبرني في سنة مع حمد قلم. دخلت أولى ابتدائي وفوجئت بتغيير المنهج إلى أنا آكل وأشرب ليعيش وأكبر. نعم، فأنا أول جيل خوش نقلة يعني. طبعا نقلة من القلم إلى الأكل. أدي القلم للأكل. نعم. إيش كنت تقرأ سعود برا المناهج؟ برا المناهج طبعا إحنا جيل محظوظ ربما، لأن كانت المكتبة المدرسية حاضرة في المدرسة، معرض الكتاب كان نشاط مهم يعني، شبه فرض على كل طالب أن يشتري يختار أو ينتقي كتابا معينا ويتحدث عن تجربته في القراءة. بدأت كغيري من أبناء جيلي يعني في مع قصص الأطفال، المكتبة الخضراء والليدي بيرد وما إلى ذلك. شيئا فشيء يعني أكبر من ذلك أصبحت أقرأ في فلنقل الميثولوجيا والتاريخ الإغريقي والمصري. هذا بأي عمر؟ بالمراهقة يعني، طبعا مرحلة بين الشعر وبين تدري مراهق، لازم تفوت في بوابة الشعر، لازم تحب يعني، لازم تحب أو تتوهم أنك تحب. فالرواية ربما يعني بدأت في آخر قراءاتي، وهي اللي استقرت عليها وجدت نفسي فيها، لأنها
لأنها قدمت لي يعني تقدم لي كل ما كنت أقرأ. الرواية وحدها تحتمل أن تقدم لك شعرا، تقدم مسرح، تقدم فلسفة، سياسة، دين، علوم. فوجدت نفسي في الرواية قراءة ومن ثم كتابة. متى الكتابة؟ الرواية، الرواية الأولى صدرت في 2010 ولكن كتبتها في 2007. متى بلشت تحاول تكتب؟ ما بغض النظر عن الرواية. لم يكن الأمر بتلك الجدية، يعني كتبت روايتي الأولى ولم أكن أعرف أنني أكتب رواية، مجرد محاولة. يعني بعض من قرأها شجعني على نشرها ونشرتها. ربما الشعور بأنني أنا أكتب رواية الآن وأنا مكلف من نفسي بأنني أكتب رواية لأن هناك ما يوجعني وأريد أن أتحدث عنه، حصل في ساق البامبو. أن فعلا كان لدي موضوع. روايتي الأولى كانت تجربة متواضعة أعتز فيها جدا أكيد، بس كان هاجسي الكتابة. أريد أن أكتب رواية لأنني أريد أن أكتب، وهذا ليس كافيا كما أتصور بالنسبة لي على الأقل. في ساق البامبو لا، كان هناك أسئلة موجعة، كان هناك ما يؤرقني أريد أن أقوله. وتزاملنا إحنا أنا وياك أستاذ علي في مجلة أبواب في بدايتنا إذا تذكر، كنت دائما مشغول بنظرة الآخر، لماذا ينظر لنا بهذه الصورة. لكن تبقى المقالة مقالة باردة، فكرة تأخذها وتنتهي. بعكس حينما أقدم لك الفكرة مع رواية، مع بطل من لما يولد ويكبر وتقعد تقراها أنت يومين ثلاثة وأربعة وخمسة، يصير في نوع من العيش والملح بطريقة أو بأخرى مع هذه الشخصية، تتقبل حديثها، تعرفت معاناتها كاملة. فوجدت نفسي فعلا في الرواية. هذا بالنسبة لساق البامبو كان دافع الوجع، أشعر بوجع لماذا ينظر إلينا الآخر بهذه الصورة ولماذا نحن ننظر إلى الآخر بهذه الصورة. ثم جاء وشعرت أنا بكثير من التغيير أثناء الكتابة على الصعيد الشخصي. أنا لا أتحدث عن تغيير قارئ، أنا أتحدث عن تغيير سعود، لأن سعود مدان بشكل أو بآخر. يعني حينما أتحدث عن ساق البامبو، هو زي مندوزا أو عيسى الطاروف، حينما ينتقد شريحة من الكويتيين فهو ينتقدني، فأنا أكتب وأنتقدني. فلابد أن هذا الأمر كان يوجعني، كنت أنا أوجع نفسي. وكان لها تأثير على شخصيتي فوق، يعني فوق ما تتصور. انتهينا من ساق البامبو، دخلنا في فئران أمي حصة وهو الهاجس الأكبر. لا أتحدث عن علاقتنا بالآخر، لا ندش على فئران أمي حصة. خلاص أنا خلاص. أبي أدوات الرواية قبل لا ندش على فئران أمي حصة. وبس أحب أنوه مرة ثانية، النقاش اليوم راح يرتكز على فئران أمي حصة، حتى في باب الأسئلة إن شاء الله راح نركز على فئران أمي حصة، لأن سعود يعتقد واعتقد معاه أن تجاوزنا مرحلة النقاش في ساق البامبو تحديدا، فراح يكون نقاش على فئران أمي حصة في باب الأسئلة إن شاء الله. بس أنا أسألك كتركيبة رواية، الحين إذا أنا قررت اليوم بكتب رواية، في أدوات معينة أحتاجها، على الأقل أدوات، سواء كانت النشر، سواء كانت الهيكل، يعني هذه الأمور من وين تعلمتها؟ لا أبالغ إذا قلت لك القراءة، وحدها القراءة علي، وحدها القراءة، وحدها القراءة. أنا لم أتعلم، يعني لم أتعلم الكتابة الإبداعية بمعناها، يعني عن نفسي هي مجدية ربما لكثير من الناس من يحضرون ورش وما إلى ذلك. أيضا في 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 الغرب كثير كثير مجدية، وهناك كثير من المحترف الكتابي. لكن عن نفسي لم أجرب هذا الأمر. كانت المدرسة الكتابية هي القراءة، كثرة القراءة، صنوف القراءة المختلفة التي يعني اللي قرأتها هي التي منحتني هذه الأدوات. يعني على رأسها أكيد اللغة، تكنيك الكتابة، كيف تقول ما تريد، أمور كثيرة. يعني وحدها القراءة تصور هي تقدمها. يعني ندش على فئران أمي حصة. أدخل على فئران أمي حصة. فئران أمي حصة ظلمة. ظلمة والله، أنا عارف. أنت قرأتها بخمسة أيام، أنا كتبتها بثلاث سنوات، فالظلمة كانت ثلاث سنوات. وظلمة عشتها هذه ثلاث سنين. شو اللي خلاك تكتب هالظلمة؟ علي خايف. علي أنا وايد خايف. وما ودي أضيق خلقكم، بالنهاية أنا واحد قاعد يتكلم، يمكن خوارة كلامي، يمكن أنا ما عندي سالفة. هناك من ينتصر للحياة الوردية وأن إحنا بخير والله لا يغير علينا، وهو حر يقول ما يشاء، يكتب أغنية وطنية بأن إحنا أفضل دولة في العالم. هو حر. أنا قد أكون مخطئ، لا أتصور بأن الأمور تجري بهذه الطريقة. نحن في مرحلة خطيرة. أنا أعتبر نفسي ربما من آخر الأجيال المحظوظة، إذا قلنا 80 و81 شفنا بقية التسامح اللي كان موجود، بقية البساطة اللي كانت موجودة اللي ما هي موجودة الآن. فهذا الخوف هو كان دافع الكتابة. حد يقول لي سوداوي، حد يقول لي طب أنا أشوف ظلمة. ما راح أكذب عليك وأقول لك خل غيري
يكتب النور اللي هو يبي. طيب إذا أنا أشعر بمسؤولية بأنه إحنا رايحين منطقة خطرة جدا من حياتي اليومية، من عملي، من دوانيتي، من الشارع، من 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 ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، أنا شايف إحنا بمأزق، أنا سوداوي كيفكم، لكن أنت تشوفون اللي يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي، تشوفون التخوين والسب والعنصرية والطائفية والأمور عظيمة ومخيفة. يعني أنا ما أدخل كثير مواقع التواصل الاجتماعي، وتشوفني تويتر بالسنة حسنة، لكن ما تسوي عليها الدخلة هذه، أدخل أفجأ. خل رجل الشارع البسيط المسير، اليوم حتى المثقفين يخذلونك، تفاجأ بفنان، رسام، بمسرحي، بشاعر يطلع لك في 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 مهرجان شعري بدون ذكر أسماء، يحيي الحرب، قصيدة الحرب، وضد هذا، ضد المدري هذا اللي ضد الوهابية وضد النواصب وضد الروافض وضد الحوثي وضد يا حبيبي أنت شاعر. إذا الشاعر وصلت إلى هذه المرحلة، اللوم إحنا رجل شارع، رجل بسيط سهل يغسل دماغه. فهذه كلها دوافع اللي أكتب في إيران أمي حصة، لأن هذا زمن في إيران أمي حصة. يعني الناس تستنكر بأني أنا أتحدث عن حرب أهلية كويتية، إحنا نعيش حرب أهلية بدون سلاح، ما هذا الشيعي والسني والقبلي والحضري. شكرا. الشيء يذكر، وأنا أبحث عن سعود السنعوسي فدشيت جوجل كتبت سعود السنعوسي فيعطوني الخيارات المتاحة، فأول خيار كان من الخيارات سعود السنعوسي شيعي. إيش علاقته بالموضوع؟ ما أدري، سعود السنعوسي هذا اللي تعب واجتهد، شنو هالأوبشن؟ هذا مثال ما أنا أشوفه الآن، يعني خليت هذا كله ورحت ورا سعود شيعي. ربما هذا ترتب على لقائي مع المسيب الخير الأستاذ تركي الدخيل في إضاءة العربية، حينما سأل أنت أزرق أم برتقالي، كوني طلعت في وقت من الأوقات وشاركت بما أنا مؤمن فيه، فقلت له أنا كويتي لا أزرق ولا برتقالي، قال أنت شيعي ولا سني، فقلت له أنا كويتي. فاللي حصل أنه كأنه سعود يتهرب، لا يريد أن يكون هو شيعي ولا سني. فاترك سعود وعندك ما يكتبه سعود، لا تحاكم سعود، بالنهاية سعود كاتب، سعود اللي تشوفه في إيران أمي حصة تشوفه بشكل آخر في إيران أمي حصة، في عفوا ساق البامبو، أخذ العمل وحاكمه كما تريد، طلع لي أنا من اللعبة البايخة هذه. في إيران أمي حصة اللي بيصفق خي صفق نكافية. في إيران أمي حصة تكلمت عن مرحلتين. نعم. مرحلة من 2017 وطالع، أو نعم. تنتهي صحيح. آخر المرحلة آخر شيء ما أقدر أقول، بس إنه ينتهي آخر شيء 2017 ل 2020. نعم. والمرحلة الأولى تتكلم عن من بداية الثمانينات. إيه آخر السبعينات، 77 78 مع ثورة الخميني 79 لغاية بالضبط. الفترة اللي تبدأ فيها الفترة الثانية 2017. خلينا نقول زمان الطيبين اللي يقولون عنه. أوكي. الزمان الذي كان سيء لكنه جميل مقارنة مع زماننا. مع الزمان الحالي. اللي بسألك يعني في فترة منهم أنت ما عشتها، وفي فترة حتى لو عشتها أنت ما كنت تعي ما يدور من حولك، اللي هي سنوات جميل. الطفولة الأولى وكدا. جميل. شلون قدرت تكتب عنها وبتفصيل؟ راح أرجع لك أقول لك البيت، أنا ما عشتها صحيح، أنا الثورة الخمينية ما انولدت، كان عمري سالب سنتين، وفي في في الاحتلال كان عمري 9 سنوات، لكني أعي، لا تصدق إيش كثر أنا كنت أعي، وهنا في من يشهد لي بأنني كنت أعي هذه المرحلة. هاي فترة الغزو. فترة الغزو. ما قبل الغزو. ما قبل الغزو. إذا قلنا أن أنت نشأت في البيت العود، ما بيقول 16 عم وعمة، عندي عدد كبير من العمام والعمات، الله يحفظك، وجدة وأبناء عمومة كثير، أنت عندك خزين من الذاكرة السمعية ما لا تتصور. أنا أسمع من هذا وأسمع من هذا وأسمع من هذا وأسمع من هذا. أنا اليوم أحس أني فعلا عشت كل هذه الأزمات اللي مرت علينا، لم أعشها فعليا، لكن عندي هذا الشعور، شعور بالخوف، الشعور بالتوجس من المستقبل، الذاكرة، من حفظ لي هذه الذاكرة في البيت أيضا، فعندي خزين أنت ما تتخيل علي. عدا ذلك أنا أيضا أشتغل على البحث كثير عشان أكتب في إيران أمي حصة، أنا أيضا بحثت وأنا تعلمت الجديد، يعني أنا لا أعطي القارئ ما يتعلمه عن هذه الفترة، أنا أيضا كثير أمور لم أكن شنو أدوات أعرفها. بحثك كانت؟ طبعا الانترنت، الحوار المباشر مع ناس عاصروا هذه الفتره، استدعاء حالتي انا، يعني اثناء الغزو، الخوف، انا طبعا طفل 9 سنوات، انا ما اعرف، لكن ما اعرف شنو يعني غزو، لكن اعرف ان امي ميته من الخوف، ان عمامي خايفين، ان ابوي خايف، ان جدتي تشعر بالقلق على ابنائها. ففي كل هذه الامور
في لحظة أنت تقدر تستدعيها إذا أنت كنت قادر فعلا على الاستدعاء، وأنا الحمد لله قادر أني أستدعي أي لحظة أثرت فيني. أنا أتكلم هذا البيت الذي كان ينعم بالأمان فجأة يروح من الأمان، هذه يعني ما هو حدث بسيط، يعني حفر بداخلي واستدعيته وقلته في فيران المحصة كما هو. ويعني أنت كنت من الدقة بمكان أنك تكتب التاريخ القديم، أظن كان سنة 89 في أحد صفحات الرواية. نعم. التاريخ واليوم، وشيكت أنا وكان فعلا نفس التاريخ ونفس اليوم. أشيك أنا. لا عادة ممكن خبر جريدة. أوكي. عادة يكون خبر بالجريدة اللي أذكر اليوم والتاريخ معه. لا هذا كان يسبق حدث، فهذا كان. كانت حسبة، كانت حسبة لتأبين. أوكي. لتأبين حادثة الحرم المكي. أربعينية الحرم. برافو. كنت أبي أحسبها هني، كان اعتمدت إني أحسبها يعني. التأبين إذا قلنا 40 يوم فسوف يسبق بطولة الصداق والسلام بكم يوم، هذه أمور قد يجدها البعض مو أساسية، لكن أنا سعود إذا لم أصدق بأن ما أكتبه حقيقيا لن يصدقه القارئ، وهذا ما أؤمن فيه. أنا عشان أقول نجم سهيل طلع في تاريخ 3 سبتمبر 90، وكان يومها بدر، وأنا أرجع للأجندات القديمة للرزنامة التقويم، إذا أنا ما صدق وأدور العجيري وأدور عيسى رمضان وأدور يا جماعة بهاليوم يصير صادف أن سهيل يكون واضح في السماء المظلمة أو في السماء والقمر يكون موجود، لغاية ما توصلت إلى إجابة أنا اقتنعت سيقتنع القارئ، لكن البحث هو أساس العمل. زين الكتاب. رحت البصرة؟ ما رحت البصرة للأسف. شدرك؟ كنت أتمنى. شدرك؟ هذا أصعب فصل. برافو علي. أنا أفضل معايشة كثير حتى أكتب عن 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 أي شيء. الفلبين، أنا سافرت للفلبين 3 مرات 4 مرات حتى أكتب. البصرة ما هي متاحة، زيارة البصرة ما هي بسهولة يعني. يعني شفت فيديوهات كثيرة وقرأت عن ذلك الوقت، أنا ما أتكلم عن البصرة اليوم، أتكلم البصرة في سبتمبر 90 أعتقد. جلست مع أصدقاء من العراق، قريتهم اللي أنا كتبته وردوا قالوا لا شيل هالمكان، ما في زرع هني، ما في أنت مريت على تمثال فلاني كيف لم تذكره، طب فندق حمدان كان موجود الكويتيين كانوا يسكنون فيه، وعرضت الفصل فقط، فصل البصرة على عدد من الناس اللي أثق فيهم العراقيين يعني، لغاية ما حسيت إنه هذا الشكل مقنع، يعني اقتنع القارئ بأنه فعلا البطل زار البصرة وشاف هذه المشاهد، فهذا نقدر نضمه إلى موضوع البحث اللي تكلم عنه. إيش كثر استغرق البحث سعود؟ البحث بشكل عام، هل أنت كنت تكتب فصل وبعدها تبحث عن الفصل الثاني ولا شلون الطريقة؟ هذا مختلف. في ساق البامبو كانت سنة بحث سنة كتابة. أوكي. هنا لا بدأت تورط في الكتابة لأن كان فيه الخزين موجود عندي، لكن كنت أتورط أثناء الكتابة، كنت أحتاج إلى بحث فكنت أوقف البحث. إحنا ما نتكلم عن بحث مكتبة عامة وروح تصنيف ومراجع مكتبات، اليوم بالإنترنت صحيح. يعني إذا تحصل لك مصدر موثوق يعني وتتصل على شخصين تشوف إذا فعلا كان يعني معلومتك صحيحة ولا لا. فالبحث أنا أقول لك بحث عن معلومة يستغرق أحيانا 5 دقائق وأحيانا يأخذ 10 أيام مثلا حتى تصل إلى شخص آثر فترة معينة مو موجودة. وكانوا متعاونين وياك الأشخاص اللي تواصلوا وياهم؟ جدا جدا. أنا اللي آمنوا في العمل وفكرة العمل يعني من الشيعة والسنة المقربين أصدقاء، يعني أنا كنت خايف أن يكون في نوع من التخوف أني أنا أتكلم عن شيء صريح وقد يكون فج بالنسبة للبعض، لكن كانوا مؤمنين بأنه هذا وقت أن نتكلم، أن نحط النقاط على الحروف، أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فكانوا متعاونين إلى أبعد الحدود. أنت تكلمت عن البيت المتشدد الشيعي والبيت المتشدد السني. نعم. يمكن أنت ما نقول البيت علي المعذرة، في شخصية في البيت. شخصية. نعم. أيضا لا نعم صح كلامك صحيح. الأشياء اللي انقالت أو الأشياء المكتوبة يمكن أنا أعرف جانب منها، إيه نعم أنا شهدت شخصية كذي. نعم. بس ماني متيقن من المقابل إنه يقول شنو خطابه بالضبط داخل بيته ولا بين. نعم. أسرته. نعم. شلون قدرت تعرف الأسرتين أو الأفراد بالأسرتين؟ شنو خطابهم المتطرف جدا اللي ممكن ما يبوحون فيه قدام الناس الا في حاله شخصيه القصه اللي زار البيتين فتعرف على الموضوع. اذا لاحظت ان كوني ارجع الى بيت سني، فان الاحداث كانت في بيت امي حصه وهو بيت سني، فكان الامر مريح بالنسبه لي، انا اتكلم عن بيئه انا اعرفها. بيت صادق او بيت بيبي زينب هو اللي كان البيت الشيعي، كان من الخارج مجرد الدخله والطلعه يعني. صحيح. بما يعني تسعفني في معرفتي، انا قلت لك كثير ناس ساعدوني، لكن في امور
صعب انك 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 يعني تقولها حتى وان اعترفت فيها بالضبط. حتى بينك وبين نفسك كذا اعترفت. فتكلمت عن بعض البديهيات، بعض الاشياء اللي تطلع بزله كلام احيانا بيننا وبين اصدقائنا، يعني يبقى هذا الطائفي الصغيرون اللي داخلك ما تدري متى يطلع يفلت ساعات. بالضبط بالضبط بالضبط. فبناء عليه كنت انا مرتاح اثناء الكتابه ان خليت مسرح الحدث بيت امي حصه وبيوت الجيران ادخل يصير موقف ويطلع، وابني ابني احداث روايتي على هذا الموقف. بطل القصة، وأنا تسألتك ذاك اليوم، نعم، كل ما أقرأ شوية وأرجع أقرأ شوية ألاقي ما له اسم، يعني ما أدري اللي قرأ القصة ما له اسم، وأقول يمكن طافني وأرجع أشوف ما طافني شيء. فبطل القصة أشهر اسم له كان كتكوت وشباب النار، يمكن شباب الضوء. شباب نعم. الضوء نعم. فليش ما حطيت له اسم؟ شنو أهمية الاسم علي؟ اليوم بنت سألتني ما أدري بطل ولا. يعني خلنا أقول لك، حتى وإن كان بطل أنا شبيب اسمه وشبيب حتى أمه، ترى ما عرفني عن أمه خوافة وأبوي يحب الفلوس، ما عطيتك ست الناظرة. أيوة ست الناظرة، ما عطيتك يعني ما عطيتك ذيك المعلومات عن البطل. ليش؟ ما أريد أن أقوله أنا مع الناس اللي يسألوني إن البطل ما عرفنا اسمه إلا كتكوت. قلت له أنت ملت إلى البطل ولا؟ قلت طبعا قلبا وقالبا أنا مع البطل وبمشروع أولاد فؤاده بأنهم يريدون أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه. قلت له هذا اللي أبي. أنت تعاطفت وتبنيت قضية بطل ما تعرف من هو، ما تعرف شنو بيته، ما تعرف شنو اسمه، وهذا اللي أبي. شلك بالأمور الثانية اللي ما تجمعنا أساساً؟ وأنا أشوف أن هذا أمر أتمنى أن أكون نجحت فيه، طالما أني خليتك تتعاطف مع شخص وتتبنى قضيته وأنت ما تعرف حتى اسمه، اسمه كتكوت يعني أكثر من ما يشجع بعدين. بالضبط، يعني ليش أقول لك هذا كذا؟ هذا بالضبط ما يشجع. ليش هذا ينتمي إلى كذا وتكش أنت؟ ما هدفكم واحد والحياة اللي تبونها واحدة. ثم أن كتكوت ما أمي حصة تقول أن البيضة، أن ما في خوف على البيضة، يعني إذا ما انكسرت، إذا انكسرت خلاص، إذا انكسرت خلاص إيه خلاص خطر الفأر، يعني راح يجي هيشم ريحتها ويأخذ والفيرو. زلالها وما إلى ذلك. فكتكوت عدى مرحلة البيضة طلع والدياية راح تدافع عنه، هو راح يصير ديتش إن شاء الله أو ممكن يصير دياية عشان ما يسألون. بالنهاية ما راح يقدر عليه الفار. فأيضا في نوع من الرمزية، أما الرواية تغص في الرمزية أنا عارف ممكن ورط فيها القارئ، لكن في أمور اللي كانت شبه مبهمة أو غامضة كانت مقصودة، منها اسم كتكوت الذي يبدو يعني هزلي مثل الغلاف. الغلاف غلاف الرواية يبدو أنه جاي. بسألك عن الغلاف. تفضل. هما ثلاثة. فأفهم أن كتكوت أي اللي معجبك اسمه، وأمي حصة، نعم، وفؤاد عبد العزيز. أوكي. فؤاد عبد العزيز شخصية نزيلة الطب النفسي، صاحبة العبارة المشهورة الفئران آتي أحمو الناس من الطاعون. كتكوت قاعد داخل بعد. كتكوت قاعد داخل ومن حصة ورا بالصفحة الأخيرة موجودة. تختم. ليش الشكل هزلي؟ الرواية سوداوية على ما تقول. أوكي. بس أسودها بعد. ما حبيت أعطي أي انطباع. ما ايه؟ تكلموني أنا، قالوا لي الناشر قال لي سعود دخلك كاتب لي قصة أطفال ولا شو؟ قلت له خلها مثل ما هي. هذه الرواية. هذا يعني اللوحة تعطيك شكل، لما تقرأ العمل وترجع تشوفه راح تفهم المقصود. أمي حصة اللي عندها عينين مفتحتين واحدة مسكرة، عندها ثلاث عيون. فؤاد اللي عندها أكثر من فم يعني وما عندها إيد، وكأنها ما بيدها شيء إلا أنها تقول فئران آتية أحمو الناس من الطاعون تحذر. كتكوت أيضا ويا عيونه وأيضا ما عنده إيد، ما يعني هو سعود ما لي ايد يعني انا بالنهايه عليك انت كقارئ او على مجتمع غير اني اقول الفنانات يا احمد الناس من الطاعون. مشاعر الفيصل الفنانه نوجه لها تحيه، فنانه هي اللي رسمت الغلاف. نعم. هذه اول رسمه لها؟ لا 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 لا. مشاعر لها فايزه بجوائز، عندها لا اول رسمه لها كتصميم للغلاف وافقت عليه ولا ايش صار؟ اي اول رسمه. لا انا مؤمن باني ما اكون انا جزء من الغلاف، انا اقول لها فكره عامه واقول لها روحي اختي مشاعل. فقالت لي تبي كذا؟ قلت لها ما اللي قلت لك، انا ما ابي، انا الحين ارسم غلاف اذا تبي. أوكي. انا ابي انت شنو اللي طلعتي فيه، انت شنو ممكن يعني شنو الانطباع اللي بالضبط خليت. وطلعت لي بهذا الانطباع واقتنعت فيه تماما. اقتنعت تماماً. بدون تماماً نقاش تماما. لو على الدنيا السلام مو مصور بالسره، مصور بالسره، لو مو مصور بالسره كان نقلت الرواية وديتها. نقلت الرواية منطقة لا ممكن أشوف له بديل، يعني هي كثير أمور خدمتني، صدفة خدمتني فيها يعني.
يعني انت قصدي بالبدايه كنت حاط ببالك ان بين السره لا 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 مو هذا اللي نقول لك الالهام لما نتكلم لما اقول لك الالهام انا اقعد واغمض عيني واشب لي بخور وينزل علي وحي اكتب ما بخور هذه ما في الهام يعني انت اشتغل انت ملهمك انت الملهم انت اشتغل بالعمل تلقى ان الهامك يجي من العمل نفسه تجي الشخصيه تلهمك تقول لك هب نسيت شغله في كذا عبد الكريم اللي حطيته مرورا فجاه لقيت ان عبد الكريم عبد القادر يحكي تاريخ وطن غناء في كل مناسبه معنا هذا يستاهل صفقه عبد الكريم يعني طبعا ابو خالد اكيد فهذه الامور انت تتصور لما احد يكلمني يقول لي سعود والله اشتغلت شلون وظفت هذه والله العمل يلهم نفسه احط مشهد بسيف العرب يطلع عبد الكريم يغني بنهايه الفصل الاخير صحيح الروايه تكتب نفسها بالنهايه متى ما اسست لها انت بشكل اتمنى انه يكون صحيح وحتى الاغاني اللي استخدمتها كانت كلها في السياق نفسه صحيح. وكأن عبد الكريم مكتبة للمشاعر يعني. صحيح كأنه يعني عبد الكريم أعطاك نص موازي إلى فئران المحصة ما يحتاج أقول إن إحنا كنا في الكويت مثلا في وقت الحرب العراقية الإيرانية كنا في صف الجانب العراقي عبد الكريم يحكيها لك هلا بسيف العرب ينحط على يمناي هلا باللي زرع نخلة هلا باللي حتى التاريخ عن أصله هلا باللي زرع نخلة وسقاها من شط العرب ماي بس ويا رويشد أحب ويا عبد الكريم بس عاد أنا ما يصير أقط الأسماء كلها حتى لا تصير مجانية يعني بعدين عبد الله رويشد طلع في أعمال أخرى طعمت الرواية قصايد نعم خليفة الوقيان علي السبتي سعاد الصباح وأحمد العدواني طبعا أساتذتنا شنو كانت الفكرة من هالشيء اخدموني يعني بشكل او باخر اعطوني العتبه كل فصل هل كنت عارف ان عندهم هالقصايد يعني حافظها لا ايش صار بامانه لا في بعضهم عارفها اي في بعضهم حافظها يعني وفي بعضهم لا بحثت عنها كنت ابي شعراء يعني من الكويت بما ان العمل كثير محلي فحبيت ان ياخذ هذا الشكل هذا الطابع المحلي حتى بالشعراء يعني حتى بالشعراء اللي كانوا يعني قصائدهم عتبه لكل فصل وكأنه يلخص أو يعطيك فكرة ما يكشفها لك مو مباشرة يقول لك شغلة وأنت تقول ماذا يريد أن يقول وربما أنا أولت قصائدهم بشكل مختلف على فكرة دكتورة سعاد الصباح تقول سيصير الرمل جمرا ويصير البحر نارا هي تتكلم عن قوات الاحتلال حيث صحيح. تمشون على أرض الكويت سيصير الرمل جمرا أحب رويشد فأعرفها يعني بالضبط نشترك في هذا الأمر فأنا أولتها بشكل آخر واقتطعتها من سياقتها وحطيتها والشعر يحتمل ذلك يعني نعم 2017 يبدأ الصراع المسلح حسب الرواية. أنت توقع شيء ب 2017 يعني؟ لا تعاملني كما عاملوني بعض النقاد الله يهداهم. أبيك تقول النقاد إيش قالوا؟ لا بعض النقاد تعاملوا مع النص بما لا يحتمل. شغل منبه ستوب واتش وحطها وقال يلا ننطر 2017 و2020. أنا أقدم لك فيكشن أقدم لك خيال يعني أنا ما أقدم لك حقيقة ولا أقول لك إن هذا راح يصير. أقول لك قد يحدث. خلنا نتخيل احنا اذا بنستمر على 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 الدرب نعم ممكن قد تكون امور كذلك في ناس قاعد تدور وراي مثلا انت 2020 تويتر يمكن ما يكون في تويتر يا شيخ انا بالنهايه ما راح اقدم لك يعني انا ما كتفال يعني ولا اقرا الفنجال ولا اضرب الودع نهايه خياليه روايه خياليه بالنهايه ف اكتب لي روايه انت فيها 2017 2020 راح تكون حياة حلوة وجميلة والشيعي صبح السني بوردة والسني صبح الشيعي ببوسة اكتب ما أردت هل صار في استياء سعود من أن أنت اختزلت الموضوع بين شيعة وسنة وتجاهلت القبيلة؟ في يعني جت بعض الردود بأنه أنت اختزلت الكويت بشيعة سنة وطلعت المشكلة الأخرى يعني القبلي والحضري الرواية لا تحتمل بعدين ابن القبيلة في من الشيعي والسني فما قلت هنا في فرانم وحصة شيعي وسني ينطبق على ابن القبيلة في ناس قالت بأنه أنت في روايتك ما طلعت لما السرة وشارع دمشق السرة وعديلية والفيحة والجابرية وما إلى ذلك ما طلعت بعيد قلت له ما الذي ستمنحني إياه الجهرة ولا فحيحيل ولا في هذا الموضوع هي هل سأتحدث عن الجهرة بأن الحرب بين الشيعة والسنة بخيام ومنجنيق هي نفس موضوعي جيران هذا الشيعي وهذا السني وأمي حصة تحتمل بأنها تكون سنية بأنها تكون شيعية بأنها تكون بدوية بأنها تكون حضرية وهذا ما سمعته لما يكلمني الشيعي يقول يا الله شنو أمي حصة
جدتي جدتي او حتى يجيك ابن القبيله يقول لي اخي هذه جدتي بلبسها بكمبلها الصوف وما اعرف ايش. ف يعني لا تصير انت عنصري و و و و وتعكس الصوره اللي انت في بالك. مو انا، لا مو انت، انا اتحكى عن اللي ينتقد. انا خذيت الكتاب مثل ما قلت من حصه لانه ما ينباع بالكويت. صاير اسالهم. لا انت قول لي. والله ما ادري الموضوع. لا أدري، أنا كنت أكتب بدافع أني خايف على هذا البلد، بدافع وطني أهبل زيادة عن اللزوم، بدافع أنك ستسمع، بدافع أن من بيديه القرار سيقرأ. توقعت أنه سأدعم، أنه في شاب جاي يعني خايف على البلد، لم يشتم، لم أخطئ ولم أتعدى. أتحدى أي شخص يقرأ، وأنا أقول أتحدى ولا أحب أني أظهر بمظهر المدعي، ولكن فعلاً قدر الأمكان كنت حيادي. أنا أشوف أني أنا متجاوز طائفتين بكل خلافاتهم وكل جنونهم وما إلى ذلك. تصدر الرواية أنا بكل حماستي، ثاني يوم تسحب من المكتبات. يعني كانت موجودة بالمكتبات يوم الحمد لله. يوم الحمد لله. الحمد لله. لا تسحب من المكتبات. طب ليش؟ لماذا؟ ما الذي قاله سعود في الرواية؟ سألت؟ طبعاً سألت. من يرد عليك؟ 5 شهور ما حد يرد عليك. 5 شهور من المذلة، تروح وزارة الإعلام ما تدري تكلم وكيل، ما تدري تكلم، من غير ذكر أسماء. 5 شهور معطلينك ما تدري ليش. يا جماعة الرواية إيش فيها؟ مخالفة للمادة رقم كذا، للقانون رقم كذا، مادة رقم كذا. تعال فتشك عاد أنت اقرأ هذه المادة شنو؟ من قلب نظام حكومة، من خج حياة عام، من كل شيء فيها. كل شيء فيها. أنا ما أدري الحياة العام هذا اللي رهيف، هذا اللي ما يتحمل شيء. حياتنا حياتنا اشرب ماي. لا شكرا. لا حياتنا من البؤس في الشارع، اللي المفروض يخلي الحياة العام بعد ما فيه يروح. تجيني على كتاب صحفنا كل يوم، الصحف الأخيرة فيها من الفضائح ما يشيب لها الرأس. مع الحياة العام عادي، ما عنده مشكلة. مسرحنا والابتذال اللي يتكلم فيه ما في مشكلة. الفساد يا أخي لا تخليني أروح بعيد. يعني وين الحياة العام عن هذه الأمور؟ تجي على 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 كاتب شاب مهموم بوطنه ومهموم بمشروعه. يبا لا أريد منك دعم، لا أريد من الدولة دعم، خلوني في حالي. يعني أنا أستطيع أن أقول أبيكم تدعموني، أبيكم تعطوني تفرغ، ما أبي شيء، خلوني أريد أن أكتب. نشروا لي بس لحد بس. لا تنشروا لي بس، وخروا عني. وخروا عني. أنا أنشر بمعرفتي. لأن لا يفترض أني أقول هذا الكلام وأنا شاب، وهني كثير من الشباب، بس لا يفترض أقول أني محبط. لكن أنا محبط والكلام قلته لأكبر مسؤول. قلت له أنا محبط، أنت يعني أنت تحاكمني من يعني من أنت لتحكم هذا العمل يصلح للتداول ولا لا؟ إذا كان موضوعنا اليوم صناعة الإبداع وصناعة الإبداع، عن أي صناعة إبداع إذا أنت محارب؟ إذا أنا بعيش من هالكتاب، وأنا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن الكتاب حتى لا يقولون إن أنا أنظر وأتكلم في العموميات. أنا إلى حد ما أستطيع أعيش من كتابي في هذه السنة، عندي إصدار جديد أعيشني سنة. طب كتابك ممنوع، قرائك وموضوعك هني هو ممنوع في الكويت، عن أي صناعة تتحدث؟ بموت من اليوع. يعني لا قلت أرجع أقول لا تشجعني، خلني أكون حر، خلني أكتب، خلني أنا أعبر عن محبتي لهذا البلد، وأنت عبر يا أخي، لا تمنعني. يعني أنت تعتقد بأني أنا 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 أثير مشاكل، أنا أعتقد أنك أنت أيضا تثير مشاكل. من الذي أرجع إلى الجهاز الرقابي؟ لا أريد أن أزعل أحد والله العظيم. يعني زين الحين السؤال، قالوا لك شيل هالشيء ننشره؟ لا ما قالوا لي، ما قالوا، والحمد لله أنا ما قالوا لي. في اقتراح كان طمس، لا أريد، الأمر مصور، ولا أريد أن أقول الكويت وصل فيها مرحلة أن تقول طمس، نطمس هذه الجملة في الأحمر مثل كتالوجات الأزياء أول مجلات قبل هذه. فتخيل رواية يطمس وتنزلها السوق، يا رجل عيب. رواية تباع في جرير مكة، تباع في مكة. بالرصيف مكة، ما في غير مكة، بالمغرب، في 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 الجزائر، بالرصيف، وسط البلد، بمصر، يحتفى فيها في كل مكان. في الكويت تقمع بهذه الطريقة وبلا سبب، وخمس شهور ما ترد علي، أحرجتني. صحافة عربية تتصل، صحافة أجنبية تتصل،
مو انا بين نارين، انا محروق بس ما اقدر اقول، اروح اتحكى برا اقول الكويت منعت، كني اطق بلدي، ودي بس ما اقدر. يعني اتمنى ان الرقيب يفهم، مو الرقيب اللي فوق الرقيب، بالنهايه الرقيب من هو الرقيب؟ يعني اليوم احنا نمنع ويطلع كتاب سعود السنعوسي ممنوع لسبب معين، عبد الوهاب الحمادي ممنوع، بثينة العيسى ممنوع، عبد الله البصيص ممنوع لخدش الحياة العام، انت شهرت في العالم، وهذه تهمة خطيرة. بكره بنائب المدرسة بعد اذا امرأة راح يكون الحمل عليها اكبر في اوطاننا، تكون ولد الخادش، يعني ولد الخادش. تخيل علي. لا طيب اذا ذكرت ان هذا ممنوع حط لي في الجريدة من الذي منع؟ اخي خلي التاريخ يحاكم هذا الممنوع، وهؤلاء الستة او السبعة هم الذين منعوا، على اي اساس منعوا؟ انا اسال عن اسماء اللجنة، شاب راسي وشعرت ب ب ب شعرت بالغبن. يعني من انت لتقيمني؟ شخص من الاشخاص قبل 3-4-5 سنوات كان امين عام كذا كذا جهه ثقافيه، ما عندنا الا ثنتين بالكويت، مو المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. جالس جوجل موجود الحين، جالس يتحدث ينصح الشباب، شباب الجامعة بالقراءة، ويقول يا أبنائي القراءة مهمة ويجب أن تقرأوا. هذا الشخص أكلنا كل احترام والله، بس في أمور مش منطقية. القراءة مهمة يا أبنائي ولا تضيعون عليكم الفرصة. أنا بعد أن تخرجت من الجامعة توقفت عن القراءة لمدة 30 سنة وقد فاتني الكثير، 30 سنة وصرت أمين عام وصرت رقيب اليوم تراقبني، ما الذي فاتك؟ لا خوش مشجع، كلنا كشباب لا نريد أن نقرأ ونريد أن نصير أمناء عامين ونريد أن نصير مقربين من السلطة وما إلى ذلك. عن من تتحدث؟ هذا شخص اليوم يقيمني إذا كتابي يصلح للقراءة ولا لا. من لم يقرأ لمدة 30 عاما يقيم هذه الرواية تصلح للقراءة ولا لا؟ أي سبة في جبين الكويت أكبر من هذه السبة؟ أنا بس أحتاج إن سعود يشرب ماء. إيه حد نشفت ريجي شوي. كم نروح؟ ما أفهم أنا، أنت اشرب ماء أنا خليني أسولف وياهم شوي. أنت ما نشف ريجك. اشرب شوية بس. يعني إيه القصة اللي أنا ما أفهمها فعلاً؟ وهذه كنت أقولها حتى من مجموعة صوت الكويت قبل 6 أو 7 سنوات. إذا إحنا قاعد نراقب شيء نقدر نوصله بالإنترنت بشكل أسرع، فكنا شيء غبي قاعد نسويه. يدرون إن غبي علي، يدرون إن غبي. المسألة ليش يسوونه؟ لأن خايف على كرسيه الرقيب لصغيرونه، خايف باكر يركبونه. معاشاتهم زينة؟ أي أكيد زينة. لجنة الرقابة نفس الطريقة، ما في، قالوا لي تظلم، قالوا لي تظلم. اوكي ليش تظلم؟ اكتب كتاب تظلم. تظلم بعنطر ايش نسوي اذا الروايه تظلمت؟ ما بداني. ليش؟ قلت لهم شلون اتظلم؟ قال في الحين التليفون شنو كذي وايد قديم التليفون. من ايام امي حصه. اي والله يا امي حصه. فقالوا استاذ فلان الفلاني او دكتور فلان الفلاني نبي بخصوص التفرغ، بخصوص عفوا تظلم، عندنا فلان وفلاني روايته ممنوع يريد ان يتظلم، ما هي الطريقه؟ دكتور انت الرئيس ما تدري، انت رئيس انت تظلم، ما اخترت بعد اعضائك، لا من 3 أشهر طالع القرار، شلت اغراضي وشفت مشيت. انت تتكلم تحدث من؟ قلت لهم طيب كتبي 3-4 آلاف سحبت من مكتبات، وين تروح؟ اين تذهب؟ ابيهم الناشر مسكين اللي كسر ظهره، 3 آلاف نسخة على الاقل اول يوم دخلت الكويت. قلت وين تروح؟ ترجع ولا؟ قالت على حسب ترجع، بس اذا 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 ما رجعت احنا عندنا حق ناخذهم. قلت لهم وين تودونهم 3000 كتاب؟ شو نوديهم محرقه؟ والله العظيم هذا الكلام هولوكوست هذا. فانا قاعد اضحك، قلت له والله وين؟ قالت لي المحرقه. فانا افتكرت انها 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 تمزح، فقلت اي محرقه؟ قالت لي محرقه وزاره الاعلام، عندهم موقع اسمه كذي محرقه وزاره الاعلام. ضحكت من الحرق، قلت له هولاكو يصير لك محرقه وزاره الاعلام تحرقون كتب؟ عيب، انزل لا تقولين، حرقوا الكتب وراضين حرقوها، بس لا تقولين هالكلام لانه فضيحه، لانه لا يجب ان يقال. محرقه وزاره الاعلام، محرقه وزاره الاعلام، ما ادري محرقه الرقابه حتى لا يقولون بعد اني تجنيت. المهم في محرقه، بدور المحرقه، دورها.
هذا يعرفونها، في ناس يقولون صبحان شكلها تحرك كتب هذه. هذا يجرني للسؤال، هم مادي بس هم نبي نعرف. روايه تاليف الروايات قلتي عيشك سنه. انا ما بيتكلم عن غيري، يجيني واحد يقول لي هذا يتفلسف ويقول كتاب يعيشون على كتاباتهم وهو ممكن الامر مو متوفر له. انا بالنسبه لي اذا هذه السنه صدر لي عمل جديد ومشى حاله بدون رقابه بدون القمع والكلام هذا، لا يعيشني سنه، يعيشني اكثر من سنه، مو مرتاح ما راح اشتري طياره خاصه يعني. اي عايش ماشي عادي وقصد سيارتي بني ادم عادي. هذا لو هذا اذا ترجم وكذي ولا من غير ترجمه، من غير ترجمات، من غير ما الى ذلك. هل ترجمات الخليج يعني الخليج ينتشر كتاب. شوف الوطن العربي يختلف اسعار الكتاب احيانا، خصوصا اذا طباعه بيروت يكون غالي يعني، فتروح مصر تلقاه مزور مقرصن في مو في المكتبات، في الشارع يعني وسط البلد، عمان، فلسطين، المغرب، شوفه مزور، هذا ما راح يتخلي شيء عليه. البي دي اف نفس الطريقه، نسخ مقرصنه كلها. فانا سوقي هني سوق، مو سوق القراء، اذا بتكلم عن سوقي المادي ايه المبيعات هني في الخليج، في الكويت اكثر اكيد يعني. انا اخر فعاليه عملتها في 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 اغادير، جمهور لا يقل عن الجمهور الحاضر هني. بعد الندوه توقيع، جو يوقعون اثنين شايلين فيران محصه واثنين شايلين ساق البامبو والبقيه اوراق بيضة. قلت لهم ما تقرون الروايه؟ قال قريناها بي دي اف. فانت يعني حتى سوقك اذا تبي تتكلم، ما احب كلمه سوق، بس اذا تبي تتكلم طالما موضوعكم صناعه الابداع، لا في في هالبلد واوطاننا ما في صناعه ابداع، لا احترام حقوق، لا شو تحتاج؟ احتاج يشيلون ايدهم عنا، ما احتاج دعم. شلون انا في وقت من الاوقات كنت ابي دعم انه يدعمونا، انه ليش انا كموظف ولما اسافر اي دوله اوروبا ولا الوطن العربي ويقولون الروائي الكويتي والروائي يمثل الكويت، وانا طالع امبيد، انا طالع مخصومه من راتبي، انا قاعد اتحمل هذه التكاليف، وبلدي ما انا ما ابي منك تفرغ تعطيني مثل البحرين، مثل الدول التي تحترم مبدعيها. انا ابي منك اذا جبت لك ورقه بانني مدعو لمده 3 ايام تعطيني هذه 3 ايام. كنت طبعا كنت، الحين لا اريد، الحين فعلا لا اريد. شلون تطلع الحين؟ اطلع اجازات من رصيدك؟ ماكو ما في راتب. بدون راتب؟ اي تستنفذ رصيدك أي. وبدون راتب أي. فتكون خسران. ما ابي اصير كاني قاعد اتوسل. لا هذه سعود، لان احنا اي على صناعه الابداع، كصناعه ما في صناعه ابداع، لا يوجد. سوداوي يقول سوداوي، يجيب لي واحد ثاني عايش على ابداع قاعد هني خليه يتكلم. انت صرت صاحب قرار اليوم، شلون تحولها الى صناعه؟ شنو الادوات اللي راح تسويها؟ اول شيء الحريه. أوكي. اول شيء الرقابه اللي قاعد تحاربك، هذا اول شيء. إذا تبي يعني الرقابة هذا مدعم، هذا حقك الطبيعي إن تنزاح الرقابة. إذا نبي عاد نتدلع شوية ونبي نبيهم تفرغ، هذا مرحلة لا مرحلة قديمة كنت أنا أفكر فيها لما كنت يعني أتوسم خير إنه ممكن. شوف أنا لا أريد أن أطلع بالبني آدم اللي ينتقد، أنا أحس على جائزة دولة تشجيعية. الكويت إلى 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 فترة قريبة ما قصرت، شاب وشجعته وما إلى ذلك، في ساق البامبو حصلت على جائزة دولة. بعد الجائزة العالمية الرواية العربية البوكر، الناس احتفت، الدولة احتفت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب احتفى وعمل لي احتفالية مشكورا عزم فيها كل أساتذتنا وزملائي الكتاب والكاتبات، برقية من سمو الأمير. لكن بعد ما حول ساق البامبو إلى مسلسل منع، ليش؟ نفس الرواية اللي حصلت على جائزة الدولة بالضبط. أحد يفهمني يعني كيف تدار الأمور في هذا البلد؟ كيف؟ عطني الأسباب، شنو المحاذير؟ شفت المحاذير ولا شفت رواية ثانية؟ يبون رواية ثانية. شخصية البدون عذفها، لا تعذفها، خلك كويتي. لا يا شيخ والله كان زين بهالسهالة هذه، كلهم يونك أوزع جناسي، فاهم؟ البنت تصرخ على أمها، ما تصرخ على أمها، تحط لي البيت الفلبيني بائس مصنوع من سقال البامبو ثم مك او مزج او ما ادري يسمونه في لغه الدراما، بعدين تحط فيلا الطاروف الثريه، لا تبين ان عندنا طبقيه. انت عن اي بلد تتكلم؟ عن اي بلد تتكلم؟ اذا خلي الفون وانت خليني اقول لك شيء ثاني علي. تصوير في دبي كان داير وظروف صعبه جدا 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 يعني، وناس تلومنا على العمل انه طلع ممكن اخفق في 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 جوانب. نعم الله عليهم الجماعه سووا كذي، اذا انا صاحب العمل كل التغييرات ما اثرت فيني، لا ادري، لاني ادري شنو الظروف.
منعوا رسمي، منعوا شالوا منتجين ومعلنين وشركة وثمان قنوات، شاري المسلسل راح ثلاث شهور رمضان، يعني مشروع على كيف عفريت أنا طالع أنا بسيف سايد طبعا، بس كمستثمرين ممنوع. ليش ممنوع؟ قلت لك 16 صفحة طلع لك مسلسل ثاني، حبني وحبك وطلقني وطلقك وهذه خانتها وهذه راحت قالت لها ودشت عليها وميارتهم، الدراما اللي أنتوا ساخطين عليها. لا تسخطون يا بابا، هذه رقبتكم، هذه الدراما اللي تبيها. اللي حصل في أمور أنا لا أحب أن أتكلم فيها، بس خلنا نتكلم. سؤل شخص كبير في الوزارة، كبير في الوزارة، كبير في الوزارة، ليش ممنوع؟ ليش؟ قالوا لك الرقابة، قالوا في إساءات للراحل جابر الأحمد الصباح، ليش ما تناديني؟ ليش ما تطلب العمل؟ ليش ما تطلب السيناريو وتقرأ أين هي الإساءات؟ هو زي مندوزا جاء إلى الكويت في 15/1 وقت وفاة الأمير، غنيمة الطاروف تبكي بغرفتها، هند الطاروف تبكي في الصالة، أين هي الإساءة؟ أين هي الإساءة؟ عندي بطل توفي في الجابرية، في سكتة قلبية، في طائرة الجابرية، شيل كل شيء، شيل المسلسل عبارة عن شيل، المفروض أسميه مسلسل رمضاني شيل. وراحوا جماعة بي وتقول لي عن صناعة إبداع، أي إبداع يا علي؟ زين نختم هم اختم. أعتذر أعتذر جدا جدا جدا، هذه الوالدة قاعدة وتدري فيني، لا تنفعل، أقول لها ما بينفعل، لكن أحياناً والله الواحد من حرته. وقال لي وقلت له، قال لي إذا فعلت وقفني، بس أنا ما قلت لك وقفني، قلت لك سكتني. الحين راح يكون عندنا أسئلة مدتها 10 دقائق، توكل على الله، فعشر دقائق بس، والسؤال لو سمحتوا بسياق فئران أمي حصة، قصير واضح مباشر وحلو. نبي سؤال حلو. أول واحدة شفتها، تفضلي هناك أخش. زين عندي مساعدين هني بعد. بعدها أنت. أوكي آسف. تفضلي. عندي سؤال عن الإلهام. ضعت الحين أنا بس أشوف وين اللي سأل. أيوة تفضلي. الروايتين مالك ساق البامبو فئران أمي حصة تناولت أمور حساسة. نعم. فإحنا كأشخاص أو متعودين نعيش ضمن إطار معين ونطاق معين، أنا كشخص مثلاً أتكلم ممكن ما أستطيع أشوف المشاكل الموجودة سواء في طائفتي أو مجتمعي إلا إذا طلعت منها. نعم. يعني حتى الفيديو اللي أنت عرضته كنت تروح داخل الأماكن. بس سؤالي، لما كنت تبحث عن الإلهام، هل حاولت بعد تطلع منها على أساس تشوفها من برا أو تطرحها بطريقة موضوعية أكثر؟ لأن لما تكون داخلها تكون طبعًا حساس طبعًا. لا طبعًا أكيد أطلع، هذا ينعكس حتى على ساق البامبو. إذا أنا بتقوقع وبشوف للآخر من منظور كويتي، ما راح أكتب إلا بالسياق اللي أنت تعرفينه، فلازم تطلع بإرادتك، تطلع بصدمة، تطلع حيدزك، شوف برا إيش اللي يصير، لازم تطلع. وفي فئران أمي حصة نفس الطريقة، بس أتحفظ على كلمة أبحث عن الإلهام، هو مو بهالطريقة، وهو شغل أكثر. بايخ الكلمة أدري، وأحلى لما أقول إلهام وإلهام وأنا قاعد، لكن هو شغل، فعلًا شغل، شغلك يلهمك وأنت تلهم نفسك. نعم. تفضلي. مرحبا. مرحبا. أول شيء حابة أتشكرك على أعمالك اللي عملته. سؤالي. بعد سحب رواية فئران أمي حصة، هل هذا الشيء ممكن يأثر عليك؟ إيه أو لا؟ وإذا رح يأثر؟ ما يصير إيه ولا وبس، هذه برا هطول إجابة. وإذا رح ضلك عم تحكي بقضايا حساسة بالمجتمع وضلت عم تتحارب بالكويت، هل هذا الشيء رح يدفعك لأنك تطلع لبرا وتنشر كتبك برا؟ ما أنا كان أنشرها برا، أنا أنشرها بيروت. أنا أساساً ما أنشرها في الكويت، يعني أساساً دار النشر في بيروت. شنو اللي راح يترتب؟ لا ما راح يترتب شيء، اكيد في شيء، يعني في شيء ينكسر داخلك. قلت لك وطنك هذا بالنهايه، وانت لم تكتب ضده، ما يعني انا مش الشخص اللي اكتب ضد وطني ويسكتوني. ف لا انا لا اتصور باني اجرمت، هو ياثر لكن ان شاء الله لا يعيقني. يعيقني فتره من الفترات طبعا، اكيد شهر شهرين ثلاثه انا متاثر نفسيا، انا بني ادم. بس تجاوزت أو سوف أتجاوز إن شاء الله. شكرا على سؤالك. إنزين.
علي هني من زمان ترى قدامك بعد هني ناخذ السؤال اللي قدام عيل البدايه مو ناسيك ان شاء الله بس هم نتجه الى هالصوب الله يعطيك العافيه الله يعافيك بيقولوا التاريخ احسن معلم سؤالي هو لما كتبت روايه فئران امي حصه بجانب الابحاث اللي عملتها بالتاريخ الكويتي والتاريخ العراقي هل مثلا استلهمت من حروب صارت مثل الحرب العرقيه بكوسوفا او بالحرب الاهليه من لبنان ولما وسوري بس بدي اروح على ساق البامبو لما عملت الحقوق انه يحولوها تلفزيون شاركت انت بالكتابه تاعتها هل تكويت كان تكويت بس كان سيناريست يعني سيناريست اخر كتب مسلسل انا عمليه تحويل المفردات الكويتيه كيف اختلفت الكتابه للتلفزيون كثير عن كثير اختلفت على ثلاث مراحل على مرحلتين مرحله انها اختلفت من المسلسل الى الروايه واختلف ايضا من تنفيذ المسلسل بعد الامور الرقابيه عن السيناريو الاصلي هذا شيء الثاني استفدت اكيد استفدت من تجارب اخرى ما راح اقول لك في غزلافي راح اقول لك من محيطنا يعني الحرب اللبنانيه اكيد الاهليه كانت حاضره في بالي اكيد وانا اكتب نعم شكرا لسؤالك شكرا مساء الخير في مايكين تفضل مساء الخير اهلا وسهلا بالنسبه لحضرتك الموقف اللي حضرتك تعرضت له يعني اي موقف فيهم كثير الموقف ان الروايه اللي احتفت بها دوله الكويت اتمنعت داخل دوله الكويت نعم اتعرض لها ناس كثيره منها مثلا مخرج عندنا اسمه عمرو سلامه الدوله كرمته على فيلم اسمه لا مؤاخذه في نفس المهرجان كان يوم اصدار منع الفيلم في دور العرض المصريه سؤالي هو ناس زي عمرو سلامه ناس زي حضرتك زي ناس زي دكتور علاء الاسواني بتعرفوا ازاي توصلوا يعني النقد المجتمعي الصادم ده من غير ما 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 تشعلل الدنيا اكتر وين اشعلل كتكوت اسمه كتكوت يعني ابسط من كذي شنو ما في اشعلل هذا اللي قاعد نسوي انا طب انا كاتب وكل ادواتي اني انا كاتب يعني من يطلب مني اني اطلع في ندوات واتكلم هذا مش مجالي هنا يعني ممكن في اطار محدود انا اتحدث بس بالنهايه متى ساكتب طب انا اذا سلاح القلم خلني اكتب ساكتب عن الرقابه الرقابه في عملي في فئران ام حصه البطل يقول ان روايتي سوف تكون ممنوعه كتكوت صحيح. يقول صحيح. ويكلم الناشر ويقول له اخذ منها اربع فصول بالضبط ضمن ادواتي يعني. لا انا مش قصدي على الرقابه انا الرقابه مش في دماغي خالص دلوقتي مجتمعيا مجتمعيا دلوقتي يعني انا عايز اوصل نقد معين للمجتمع انا واحد خايف على بلدي خايف على مجتمعي خايف على 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 وعايز اوصل النقد ده بطريقه معينه من غير ما احدث فتنه اكبر نعم لك اجابه اتكلم لان تجربتي اكيد انت مش سعود وسعود مش فلان كل واحد له طريقه هناك من يكون صادم وهناك فوق نظر حضرتك فوق نظر حضرتك عن نفسي انا باللين يعني هناك من يوجه او يتحدث عن وجهه نظره بصدمه وقد تكون مجديه الصدمه مع 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 فئه من البشر ممكن تعملهم نوع من الوعي لكن هذا مش اسلوبي لان انا لا ما احب يجيني شيء بالصدمه فتلقاني لين هو زي من دوزه وعيسى الطاروف يا الكويت انتقدكم بهدلكم بلطف مسكين قاعد بالملحق قاطينه ويقول فتتقبله بالضبط ما في صدام ما في مواجهه مش صدامي هذا بالنسبه لي انا نعم عبد الله بس اشوفك ايه عندك مساكم الله بالخير مساك الله بالنور بفتين اهلا لما ساق البامبو ترشحت لجائزه البوكر اول مره اسمع باسم سعود السنعوسي حتى انا اول مره اسمع فيني الله يحفظك قريتها واهتميت وايد انك يعني قاعد تحاول تنبه المجتمع الى احترام الاخر وفعلا احنا عندنا هذه المشكله الاخر اللي ما يشبهنا الاخر اللي غير لوننا غير مذهبنا غير طائفتنا فشكرا على اختيار هذا التوبيك اول مره وبعدين لما دشيت عاد فئران ام حصه وخذيت هذا التوبيك واخترت الاسلوب الصادم انا في مراحل معينه بالقصه او بالروايه كنت ما ابي اكملها من كثر ما اذتني وكانت قاعد تراويني شيء وين رايح سعود وين بيودينا سعود انت وين رايح لا وانت يا سعود استشرفت يعني شغلات صارت خلال فتره قصيره جدا انت يت حواليها بالروايه فانا اتمنى هذا الرجل ياخذ منه تحيه كبيره على الرساله اللي قدمها ويستاهل هذه التحيه شكرا لانك تحملت مسؤوليه اجتماعيه احيانا كنا ننسى بان الكاتب او الروائي ممكن يتحملها كنا نعتقد ان المطرب او الفنان او المسؤول بالدوله او رجل الدين هو اللي لازم يهتم لمثل هذه القضايا ويزرع مثل هذه القيم في المجتمع
إلا أنك تحملت هذه المسؤولية، فشكرا لك. وسؤالي لك، سؤالي لك، قول. لا لا سؤالي بسيط، لا تخرب. أنا يهم أهم شيء عندي كان التحية اللي أنت تستحقها. الله يطول. سؤالي لك، أول مرة رحت باتجاه الآخر اللي ما يشبهنا، الله عليك، والطبقية والعنصرية، بعدين رحت باتجاه الطائفية، نعم. 100% الحين رأسك فيه أفكار وعندك شغلات ومستاء ومضايق، دلالة عاجل شلي في بالك الحين. What's next يا سعود؟ لا ترفع سقف التوقعات، عندي عملين. شل مأذيك الحين؟ وايد أشياء مأذيتني، بس لا الحين أنا أبي أرتاح، أنا أبي أرضي نفسي. عبد الله، ما أتوقع أن أنا أتحمل، يعني أتحمل أيضا أكتب عن شيء يقلقني. أرجع أقول مثل أخوي علي وأنت أخوي عبد الله، قريت الرواية بخمسة أيام، ستة أيام، شهر بالكثير. أنا بسنتين تسع شهور، يعني ما يقارب ثلاث سنوات أنا عايش هذا الجو، جو الجو الأسود. فأحتاج إني أكتب عمل أنا أرتاح فيه. يعني اللي خلينا اللي نسميه مو الأدب الملتزم، الأدب الملتزم بقضية، نقدر نقول الفن لأجل الفن. أبي أشتغل شيء كبريك إني أنا أرتاح فيه. وبعدها ان شاء الله هي لو عجبتكم بالمواضيع الثانيه. تسلم حبيبي، الف شكر عبد الله، الف شكر. بس عشان انظم الشغله، في طلب هناك من زمان، فيا ليت توصلوا له المايك وقبله اخذ اللي عندها المايك. هني تفضلي، وبعدها اي هني بالنص. تفضلي. هني منو قاعد تحكي فيكم؟ ما ادري انا. اي تفضلي. جايكم الدور في وقت، وباخذ وقت زيادة بعد. شكرا جزيلا. أنا ما أدري كيفك، وقت زيادة غيروا الشاشة هنا. تفضلي. آسف. شكرا جزيلا. أنا بس بدي أقول إنه فئران أمي حصة هي في كل دولة عربية. صحيح. وإحنا نبغى نسأل حضرتك طبعا، متى ستكتب عن الخوف العربي والخوف على الثقافة العربية والخوف على اللغة العربية والخوف على الشباب العربي والخوف وين رايحين كلنا كقومية عربية؟ فيعني ننتظر. هي فئران أمي حصة يعني قالت كل تلك الأمور، حتى في اللغة العربية تحدثت عن الجيل الذي سوف يولد في 2020 وانسلاخه عن لغة الأم واللغة العربية واستخدام اللغة الإنجليزية فلنقل، تحدثت عنها بشكل عابر. يعني ناس لا أتخيل أنه في عمل يحتمل هذا الموضوع لوحده. ما ينطبق على فئران أمي حصة ينطبق بالضرورة على كل الدول العربية، حتى اللي ما فيها شيعة وسنة. شيلي فئران أمي حصة خلي يقراها المغربي راح يسقطها على العرب والأمازيغ، شيليها في مصر راح أشوفها بين المسلمين وأقباط بشكل أو بآخر، حتى بأدق التفاصيل. في ناس يقولوا لي محظوظة ومبروكة، بالله إيش عرفهم بمصر؟ بقول له القارئ محظوظة ومبروكة بيشوف بكيزة وزغلول. صحيح. يعني 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 القارئ أيضا، القارئ يحط بدائل، تحط له المطرب الفلاني شلون علاقة الولد، يسقطها على نفسه بالضبط. فأتصور فئران أمي حصة تقرأ في الوطن العربي كله. نعم. شكرا. شكرا لك. تفضلي. شكرا. أنا بس كنت أبغى أقول، أولاً ما قرأت الرواية، وزي يعني أنتم إلى صفوف كل الناس اللي ما تقرأ، لأني أحس إنه في الحياة والطبيعة هي اللي تعلمنا، والكتاب جزء من ذلك. فdefinitely go back، من أطلع من هنا بروح أشتري، لما أرجع السعودية راح أشتري. إيه بالسعودية الكتاب. بالكويت ما تحصلين. سؤالي هو اللي لاحظت إنه قاعد تدعي التغيير في طبيعة المجتمع، طريقة تفكيرنا بين القبلي والسني، سوري القبلي والحضري، السني والشيعي. وتلاقي إنه الشباب معك نفس الفكرة، بس لما تتكلم معاهم في ناس بتقول لك إيوة أنا هذا الشيء ودي إنه يكون تغيير موجود في المجتمع بس ما أقدر أسوي شيء. في ناس تقول إيوة صح، بس أنا ما راح أسوي حاجة لأن هذا بسبب ضرر على عائلتي، بسبب ضرر علي وعلى مكانتي في المجتمع. وفي ناس قاعد تحاول بس ما في أحد يسمع لها. فسؤالي هو، أنت إيش تتوقع دورنا؟ إيش لازم أنا أسوي؟ ما أنا ولا أتوقع. لازم كل أحد يسوي هنا. أنا لا أتوقع. أنا أكتب، أنا أعلق الجرس كما أؤمن، وها خلاص مهمتي انتهت مع 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 كتابة ال 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 الكلمة الأخيرة في الكتاب. يفترض أنتوا تعرفون، يعني أنا بقول لك إحنا رايحين للنار، ها؟ هني في نار وهني في درب أخضر. مو معقول يلتفت علي يقول لي وين أروح؟ النار ولا الدرب الأخضر؟ يعني يعني الإجابة واضحة. كقارئ أنت كأنك تسأليني عن جدول الكتابة والقاء، يعني إن هل هي مجدية؟ وهذا سؤال مؤلم بالنسبة لنا، إنه وأنت تشتغل تكتب تكتب تكتب، ما جدول الكتابة؟ هل هي مجدية؟ هل فعلاً ممكن تعمل تغيير؟ يعني أنا أؤمن إنه ممكن تعمل تغيير طفيف، بس لا، إنه هذا التغيير لا يكون مباشر من الكاتب
الأديب، الفنان، الشاعر مباشرة إلى المتلقي، ما تقدر تغيره. دائماً أكررها، الأستاذ الراحل توفيق الحكيم يقول عن المبدع أو الكاتب أو الفنان بأنه ليس مصلحاً، إنما هو مصلح المصلح. يعني من المصلح؟ المسؤول، رب البيت، ناظر المدرسة، مدير الإدارة، رئيس القسم، عضو برلمان، وزير، رئيس وزراء. وانت رايح، إذا هؤلاء أصحاب القرار أنت تقدر تأثر عليهم، إذا كانوا غراء طبعاً تقدر تأثر عليهم، هنا ممكن يكون في تغيير. تخيل أنت صاحب القرار، إذا عضو مجلس الأمة، إذا يقرأ ومثقف ومطلع وخارج خارج خارج المحيط الصغير، كيف سينعكس الأمر على قراراته؟ والوزير نفس الطريقة، ورب الأسرة، وناظر المدرسة، وارجع أقول لك نفس الطريقة. بس أنت هل هذا مجتمع فعلا قارئ؟ هناك عدد من القراء ما كنا نتخيله في اليوم، لكن لا نزال لا نعتبر مجتمعات قارئة. مجتمع. على الأقل جيلنا، أنا مطمئن لجيلنا رغم كل ما يقال عن السوشيال ميديا لكن في قراء بدليلنا كان إحنا موجودين. بالضبط. تفضلي. لا إيه، ما عندك المايك؟ إيه بس لو تسمحون، لأن من البداية كانت رافعة إيدها. يعطيك العافية. وعليك السلام، تفضل. أنا أول شيء، أنا لما قريت الرواية، المعذرة الصوت جدا بعيد. أنا لما قريت الرواية ثاني يوم طالعة من البيت ومطقطقة راسي، أحس فوقي تباع الجيف من كثر ما تأثرت فيها. أنا أكتب روايات، بس أبي أعرف شلون نقدر ننشر رواياتنا بالكويت. يعني عمري ما فكرت أنشر رواياتي. عاد مختص بالنشر. هذه لا يعتمد الرواية طبعا. النشر يعني أنا أتصور أن اليوم يعني صعب. الناشرين موجودين، الناشر الذي يؤمن في العمل سوف يطبع العمل، الناشر الذي لا يؤمن في العمل ممكن يأخذ منك تكاليف الطباعة ويطبعه. المسألة يعني الصعوبة في بالكاتب نفسه، بأدواته، بموضوعه، ما الذي يريد أن يقوله، مو بالنشر. النشر مسألة ما هي صعبة، يعني هناك دور نشر وتنشر الأعمال إذا كانت توافقها يعني. نعم. شكرا. إنزين، تفضلي. وعندنا أستاذة دلع، وعندنا لا تزيدون أستاذة دلع الممنوعة على فكرة، أيضا روايتها ممنوعة. تفضلي. مساكم الله بالخير ويعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بديش بالرواية على طول، وعندي سؤال يعني خصوصا عن شخصية فوزية. الله. فوزية شنو ترمز؟ ترمز لشنو؟ أنت قولي لي، أنت تدري. أوكي. إحنا طبعًا قعدنا نحلل، سوينا بوك كلوب بس على فران أم حصة يعني. لا أنا قلت لك أنت قولي لي، لأن أنا متأكد إنك أنت تدرين منو فوزية. فوزية الكويت. فوزية هي حبة. فوزية الكويت. فوزية هي اللي انعمت بالغزو. بالضبط. ومن عقبها وكل ماله وتدهور. متدهورة وصابها سكر وقرعوا شعرها. قرعوا شعرها يعني، وصار فيها يعني بس البرص بغيرك. وكانت أول حلوة ولابسة وردي وترقص. بنقول لكم سالفة. وقفلوا عليها الباب. وقفلوا عليها الباب. فالكويت هي فوزية، بس بغيت أتأكد. أنا ما تدري عندك. قالت لك. قالت لي الحين. إذا خلوني أنا أسألكم، أمي حصة منه إذا فوزية هي الكويت؟ أمي حصة هي علمنا العربي وقضيتنا العروبية اللي كنا نؤمن فيها قبل الغزو، واللي ماتت بالغزو، ماتت بعين مفتوحة وهي تحمل أمل بأنه ممكن بكرة أحسن، لكن كان لازم تموت في ذلك الوقت حتى لا تعيش هذا الزمن. المايك اللي هالصوب أوكي، هني بعدها هني، ولا راح يزعلون. تفضلوا. السلام عليكم. السلام. ما قاعد أشوف وين؟ على يمينك. تفضلي. أولاً يعطيك العافية. الله يعافيك. كنت أبي أسأل سؤال عن سالفة الرقابة. كل هاللي قلتها بعد بقى شيء، ما بقى شيء. ما أبي أسأل أنا شو الحل، بسأل شو الحل الواقعي، لأن حتى أنا كقارئة أتأذى لما أروح مثلاً بشتري كتاب ويقول لي اللي بالمحل أنه إيه أكو كتب وايد حلوة وهاتش لستة كتب يعني لازم تقرينها، بس ما رح تلقينها بالكويت، نزليها PDF ولا وصي أحد يبلشها من برا. فشون إحنا ممكن نساعد أنه يعني نحل هالمشكلة؟ قوانين أعضاء مجلس الأمة يعني ياريت يلتفتون إلى المثقف والقارئ وعدا عن المواضيع المادية اللي هلكونا فيها. والانتخابات بعد أسبوعين. يلا عندكم. عندكم أنت ومو عندهم. بالضبط. يعني هذا أحد الحلول، يعني إنه يكون في مشروع قانون حقيقي يكون من مجلس الأمة. اليوم أنت لما تحاسب الوزير وتكلمه يقول لي أنا قاعد أطبق القانون، مو أنت رشحتوهم، هم اللي حطوا القانون، تكلم منه. نعم. فالخيار عندكم أنت وقراركم أنت، وتشوفوا من اللي تبنى هالموضوع ويمثلكم صاحب هالموضوع. تفضلي.
عافيك. ماك صوت بس تقربينا لو سمحتي أو تشغلينا. يعطيك العافية سعود. الله يعافيك. سؤالي الحين مشكلة فئران أمي حصة إحنا وايد قاعدين نعيشها يومياً. ما يخالف شوي. أقرب شوية لو سمحتي. أوكي مشكلة فئران أمي حصة إحنا وايد قاعدين نعاني منها بشكل يومي. نعم. خاصة هالأيام مع الانتخابات. نعم. أوكي وإحنا من كثر ما إحنا مركزين عليها وقاعدين نشخصها الناس كلها متجهة حق المشكلة وتركز أكثر بالمشكلة. الحين أنت قاعد توجه جيل كامل قاعد يقراها. نبي حلول منكم، نبي نطلع الجيل من انه هو بس قاعد يلاحظ المشكله ويعيشها اكثر واكثر واكثر. لا نبيهم يعني نبي نخلق فكر، نبي نخلق فكر جديد بهالروايات بالسوشيال ميديا، نبي الناس تطلع من ايش الظلام اللي انت قاعد تتكلم عنها. انا ما اقدم حلول، لا نبيك توجه. يعني احنا اوجه، انا اقول لك شنو اشوف الخطر، انت قولي لي وفلان يقول لي وفلانة تقول لي فلان. انا لو عندي حلول اكتب لك اياها وصفه طبيه واقول لك روحي صيدلي. لا لا احنا من كثر ما احنا اكثر ناس نعرف نشخص المشكله فقاعد نتداولها بشكل يومي. اشخصها، شخصها لك في العمل، لكن الحلول من يعني من اللي يقول ان الكاتب لديه الحلول؟ الكاتب يعني كما اؤمن لان وظيفته انه يثير الاسئله، انت ابحثي عن حلول وكل واحد يخلق جيل يفكر. اتمنى اتمنى لكن ما اقدر اقول لك حلول، من حلول اكتبها بمقاله واقول اوزعها عليكم بهليكوبتر اوزعها اقول روحوا حلوها. كان ما كتبت، وكان اساسا الكاتب ما يكتب 200 و300 و400 صفحه عن امور تؤرقه، يعني اذا كان فعلا في كلمه حلول بهذه المباشره. بس انا لان اسف جدا بدال العشر خذينا ثلث ساعه. تدر على تحريكم جدا. السلام عليكم. ودي أوجه حق سعد سعود، أول شيء يقول حق الرقابة عظم الله أجرك لأن الرواية ممنوعة ومبروك الكل قاريها والكل موجود، عظم الله أجرها مسكينة. ورقم اثنين الإبداع أنا شفت، أنا حاضر ثاني سيشن أحضر لك وأشعر في حرقتك، بس ودي أوجه لك ملاحظة. الإبداع ما يوقف رقيب، والدليل ان انا ببيتنا عندنا خمس نسخ من فئران حصة واهديتها للناس وتناقشنا فيها. رقم واحد. الله يحفظك. مش موضوع يوتيوب، نحن لا نحتاج لمبنى ولا نحتاج لكونكريت ولأسمنت لكي نبدع ولكي نفكر. وجودنا اليوم لكي نفكر، انا سالت الاستاذه حصة قلت لها اليوم سؤال، اين الرقيب اللي احنا كلنا سخطنا عليه وعصبنا عليه؟ قالت لي رفض ان ياتي. قلت لها كان اعطينا له باقه نصر، نقول له تعال بين لنا ايش كثر انت مهم راح تحمينا. الضعف الانسان الا يواجه، نحن نواجه اليوم بوجودنا. سؤالي 2017 جايه على ابواب اللي هو بعد شهرين او بعد شهر، لو بإمكانك تغيير نهاية روايتك بكل الأحداث الموجودة الآن مع معطيات الطائفية وكذي، هل أنت هل هناك طريقة أخرى لإنهاء الرواية؟ وشكرا. نفس السؤال اللي هني كأنه حل. لا ما أبحث عن حل، أنا مؤمنة أن كتابيا لا أي أنا مؤمنة أن المبدع يستشرف المستقبل ويضع النقاط، يعني ويضع مثل علامات اللي يسمونها alert على الخطر. ولا مو ضروري اني يعطيني حد، لكن لو بامكانك ان تضع لي نهايه اخرى كتابيه. النهايه غير يعني مو تفجير اكثر ولا جمال قادم. شكرا. بالنهايه شكرا هرب بالنهايه الاثنين صادق عفوا كتكوت وايوب، ما احب اصنفهم لكن هذه حقيقه، خل نقول الشيعي السني، مسكوا ايد بعض وصاروا يركضون وصاروا الطائفين يلحقونهم وتبعت الجهة تلحقهم. طول الرواية قبل لا يتوفى ضاوي أو ضاري كان يقول لي يجيب الله مطر، يجيب الله مطر، يجيب الله مطر، ومات ما يمطر، مات محترق. في آخر الرواية يقول وأنا قاعد أركض كتكوت، يقول أركض يمسكني أيوب ويلحقني. نهاية اللي هي نهاية محظوظة ومبروكة، يعني للأسف صحيح. إحنا القضية بالملف في شارع طارق بن زياد في السرة، كان يركضون هذول يلحقونهم. فيقول يت قطرة على 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 استشعر قطرة ماء في وجهي، رفعت رأسي للسماء، كان في مطر جاي، كان في مطر، بس هذول موجودين ترى. يعني ما أنا عن نفسي ما عندي نهاية غير هذه. نعم. شكرا. أستاذة دلع راح نختم فيها بس لأن طولنا وايد وماخذ دقيقتين ماينس بعد، تفضل. يسعد لي هالمساء. أنا حرق قلبي على تعصيبك على ال. أنا أعتذر. لا. صراحة يعني أنا كتابي ممنوع بس أنا حرق قلبي على كتابي قد ما حرق كتاب. لا والله أنت حرق أكثر. كتابك كتاب بثينة والبصيص والحمادي، لأني أنا بصدق أراكم مستقبل الكويت الأدبي، ومو حيلا مستقبل واعد ومستقبل ممتاز وعلى مستوى عالي ينافس على كافة الأطياف وعلى كل الدول العربية.
وهذا حرقة قلبي إنه هن عم يحرموا الكويت من أدبائها، أدبائها اللي هن حيصوا يرفعوا رأسهم فيهم. شغلتي السؤال، أنا عندي مشكلة بالكتب الكبيرة، كتفي أو كتافي تكسرت من الكتب الكبيرة. أستاذ إسماعيل فتح إسماعيل قرر إنه يعيد كتابة بعض رواياته بحجم أصغر، هل ممكن تفكر بالقضية؟ لا، أنا اقتراح ثاني، تسوين مثل الأستاذة ليلى العثمان، هي عندها مشكلة حاليا الله يشافيها في إيدها أصابعها من الكتابة، فقامت تقصص الرواية، تصير 4 أجزاء تقصصها وتخليها جنبها. أنا صعب إني أعيد أحرر عملي، بالنهاية أنا أشوفها ككتلة واحدة ما أعرف شنو اللي إنشال. أما إذا كان في محرر أدبي وحصل في ساق البامبو لجامعة جورج تاون من 400 صفحة إلى 200 صفحة بالعربي، للطلبة الدارسين عربية في الجامعة، لكن أنا أعملها صعب علي. يعني تخيلي الوقت اللي راح أحرر فيه عملي، الأولى أني أحرر فيها العمل ولا أكتب عمل. نعم. بس الرواية جاية صغيرة. أستاذ إسماعيل فتح إسماعيل قاعد يسويها، قاعد يعيد في الظهور الثاني باللعبون لأسباب فنية. لأسباب فنية. نعم. أوكي، كل الشكر لكم. سعود الحين راح يعطيني نسخة من كتابه وبيوقع عليها حرة حق يا رب روحي، وتشرفت بوجود سعود. شخصيا استفدت وايد من الوجود وياه ومن الحوار وياكم. الميكروفون لك سعود، تختم ومشكورين. شكرا 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 على حضوركم. اذا في تعويض كبير عن اي وجع فهو اكيد اني اشوفكم اليوم موجودين. انا شفت اروح مصر واشوف يحتفون فيني احبائنا في مصر، حبائنا في لبنان، تونس، المغرب، الجزائر، كل الدول، لكن الكويت غير. وأنا سعيد جدا بحضوركم، وأتمنى أني ما أكون ثقلت عليكم ولا كنت سوداوي ولا كنت محبط، بس أحيانا الواحد لما يكون موجوع تطلع منه ربما كلمات موجعة. وألف ألف شكر لكم، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن.